ان شاء الله. عايزين ننوه ان الكابتن صلاح رمضان مراقب المباراه الغى النهارده المؤتمر الصحفي لعدم وجود صحفيين. كابتن عادل مش عايز اقول يعني الكباتن وضحوا وحللوا، ولكن ان احنا اضعنا بالرغم من الحاله يعني اللي هي بتاعتنا اللي هي مش حاله جيده، انما انت قدرت تخلق فرص، قدرت توصل للمرمى، ولكن كابتن علاء وكابتن اسامه قال لك ان التعامل برعونه بعض الشيء مع الفرص السهله اللي جت. هو هل انا كمهاجم نادي اهلي تجي لي خمس ست فرص كلها اضيعها بسبب الرعونه، ولا في حاله من عدم الثقه عند المهاجمين دول؟ او عصبيه بالظبط. بس عصبيه ده انت كابتن، احنا احيانا بنكون يعني مش كل ماتش بنبقى بحالتنا طول عمرنا يعني، في اوقات كتير جدا انت ممكن تكون مش كويس او نص نص، او حتى في اوقات كنت بتلعب يعني احيانا بيبقى في عشوائيه في الاداء، ولكن بتقدر تجيب هجمه، تجيب فرصه من هجمتين ثلاثه. طب خليني بس اقول لك حاجه كابتن بسيطه كده، احنا بقالنا فتره وحشين لازم نعترف بدي. في خمس اسباب وصلتك لهذا الموقف. ايه هم؟ رقم واحد، روح اللعيبه صفر، ما فيهاش هزار، روحهم ما فيش روح. يعني انا العب الكره تبقى بره اوت امشي علشان اروح اجيبها وكان النتيجه 5-0 للنادي الاهلي؟ لا، الروح صفر. انا بكلمك في كذا ماتش بقالنا 3-4 ماتشات كده مفيش قتال، لعيب النادي الاهلي بيمتازوا بحاجه واحده. اقول لك حاجه يا كابتن، النهارده لما بنجيب جون في الوقت الضايع دائما، انا النهارده عارف ان احنا مش هنجيب جون، مش شايف الوش، المؤشرات مش موجود. انا لو جاي من بره وشفت اللعيبه كده ومش عارف النتيجه كنت قلت النتيجه الاهلي كسبان 2-3. ماشي، بس جات لك فرص كتير. خلينا نكمل يا كابتن، والله لو جات لك 3 مليون فرصه. الحاجات دي يا كابتن احنا لازم ندي كل واحد حقه، احنا كتير قوي وقفنا جنب اللاعبين، لكن بقى يقفوا جنبنا بقى شويه لانه غلط يعني. والفرق ما انا قلت لك سبب الاولاني الروح وحش صفر، السبب الثاني والفرق ما بين الاساسي والاحتياطي بعيد. بمعنى بدنيا موسيماني كان بيدي اجازات لكل الفرقه اللي بيلعبوا واللي ما بيلعبش، عشان كده تلاقي انت ما عندكش الاحلال، لما الاحلال بينزل عاوز تساعد مش يساعد. روحهم ما فيش روح زي ما قلت، لا وكمان بدني وعين. انا بكلمك بمنتهى الامانه علشان لازم خلاص لازم اللعيبه تصحى بقى شويه. ثالث سبب يا كابتن، لازم كل لعيب يتحط ببروازه. انت بتحس ان في لعيبه كتير قوي وهي بتلعب حاطه نفسها في منزله عاليه قوي، لا مفيش كده. في الملعب بلغه الكوره، في الصنايعي، وفي المهندس، وفي كل، لكن كلنا مهندسين مش هنكسب. الكل مهندس مش هيكسب، لازم ندوس. وفي لعيبه تموت نفسها، وفي لعيبه حياتها كلها قوتها. انا بحس ان في لعيبه حياتها قوتها بتلعب عاوزه تبقى لعيبه كوره ويجيب ولعب حلو وشكله حلو. دي كمان دي تالت حاجه مخليانا لازم نخلي بالنا. الحاجه الثانيه عدم الثقه، في عدم ثقه عند لعيبه. ليه؟ قول لي ليه. انا هكملك يا كابتن، هقول لك السبب وهقول لك ايه السبب. في عدم ثقه عند لاعبين، ولاعبين تاني عندهم ثقه عاليه قوي. عارف ليه؟ عشان ما فيش تنافس، انت فاهمني؟ مفيش تنافس. لما ده بياخد وده بياخد وده بياخد، انا ادي لمين؟ انا ما اديش بقى لحد طالما يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا لما كنت ابقى احتياطي او انت يا كابتن او الكابتن علاء او الكابتن شريف او الكابتن اسامه، لو انت بتنزلوا تموتوا نفسكم طبعا، بتنزلوا خلاص الراجل ده اداكوا دقيقه، انت عاوز تنزل يا اخي. ده احنا المدربين بنقول طلعني وحش، طلعني انا مدرب غلطان سيء، لا مش غلطان، طلعني مدرب سيء، انا بلعبك انا ما بلعبكش، اضحك عليا قول لي لا احرجني احرجني هقول لك انت على دماغي. لكن بالعكس ده المدرب بيبقى ليه وجهه نظره صح في اللعيبه اللي بينزل، ما بيحافظش على مكانه وما بيديش. ده سبب رقم. الحاجه الثانيه بقى الثقه في اللاعبين اللي هم بيلعبوا كتير قوي، دي ادت انه علشان الفرق ما بين اللعيبه الاحتياطي ادت ان هم بيعملوا اللي هم عايزينه. بمعنى هو ده اللي عندنا،
انا ما عنديش احتياط. بص يا كابتن، ما يفل الحديد الا الحديد. هتقعد لي واحد جامد هجيب جون، هتلاعب حسام حسن من راس حربة او محمد رمضان راس حربة، ايمن شوقي قاعد بره هينزل ايمن شوقي، اعيد لك بره ايمن شوقي لو ما جبتش جون هيجيب جون ايمن شوقي. دلوقتي عماد متعب موجود بره احتياطي اللعيب، انا عماد متعب. ها لما انت هتضيع انت، انا عماد متعب هنزل اجيب جون ومش هلعبك تاني لان انا عماد متعب. لكن لما انا مش عاوز اجيب جون وعارف ان اللي بره هينزل مش هيجيب جون. طب لحظه واحده بس، لحظه واحده، هو انا كلاعب كمهاجم أيوه. في حاجه اسمها لما تجيلي فرصه واثنين وثلاثه مش عايز اجيب جون؟ لا هو مش عارف، مش عارف اجيب جون. هو عارف ليه مش عارف يجيب جون؟ لان الموضوع، بص الموضوع واخده بمنتهى الثقه. انا بحب الكواليتي ما بحبش الكم، انا الكيف عندي مش الكم. انا عايز لعيب راس حربه مثلا اتعب معاه كتير واديله ماتش واثنين وثلاثه ويضيع، مش هقعد اقسم على شريف مره صلاح مره حسام مره، ولا ده هيجيب ولا ده هيجيب ولا ده هيجيب، لان ده ما بياخدش وثقته بتروح، وده ما بياخدش وثقته بتروح، وده ما بياخدش ثقته. طب ما في واحد بياخد وما بيجيبش. بيرستاو كان بياخد. ايوه يا كابتن، ما انا بقول لك. طب انا اقول لك حاجه، عارف انا لو كان الاهلي جاب جون واثنين النهارده في اخر 10 دقائق او خمس دقائق كنت قلت نفس الكلام ده. عارف ليه يا كابتن؟ لانه في عدم، ما فيش روح. ده النادي الاهلي مش كده ابدا. احنا اقول لك حاجه، انا لو جبت عين عنده 16 سنه من اللي تحت، ها، هيموت نفسه عن كده. اللعيبه لازم تعرف حاجه، ان انا بتكلم بلغه الجمهور دلوقتي. طبعا الجمهور النادي الاهلي عمره ما بيجي على لعيب، لكن طول الوقت انت مش هتشني تتخلي الناس تفرح فيا؟ لا، اللعيبه دي لازم يتوقف معاها وقفه جامده. انا بكلمك بمنتهى الامانه، وقفنا توقف جنبها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وقلنا ماشي 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 ماشي، لكن لا، اوفر كده كتير. انا عاوز منك روح بس. النصر والهزيمه من عند الله، مش هحاسبك. اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك والله. لو موتت نفسك وطالع متشرح كده من الجري ومغلوب 2-0 هقول لك انت كويس النهارده عملت اللي عليك. لكن انا شايف ان الروح ده من وجهه نظر، ممكن اكون انا غلطان، بس اللي انا شفته كده النهارده، انا شفت النهارده لعيبه شكلها، ها يا كابتن، شكلها كسبانه، ده كسبانه كسبانه. احنا من امتى يعني؟ انا اخاف من حاجه، انا بحذر من دلوقتي. انا ما استحملش يضيع مني دوري تاني السنه دي الصراحه. يعني انا السنه دي الدوري راح مننا بنفس الشكل السنه اللي فات. في تحكيم و18 بونت راحوا مننا من الفار، لكن انت عارف انك ان انت النادي الاهلي طول عمرك هتتحارب. لكن كمان انا اتحارب من بره، ولعبتي يدوا سلاح للناس يحاربوني بيه ازاي؟ لعبتي لازم يا كابتن ايمن يبقى ليهم وقفه، وقفه جامده. انا من وجهه نظري انه اللي ينزل يموت نفسه في الملعب ولو مش نجم، ها، احسن من نجم النجوم ينزل الملعب وما يموتليش نفسه. صحيح، ده وجهه نظري. هو الماتش بتاع انبي اللي كنا متاخرين بهدف ولعبنا ربع ساعه كسرنا الدنيا فيها وكسبنا 2-1 سيبنا في الوقت الضايع. هو ده اللي انا اللي بيقول عليه يا عادل، ده الروح. هي دي الروح. مش قادر انت امكانياتك على قدك. شكرا. لاعب عيل تاني صغير مش قادر، عوض بالروح، عوض بالوجود. قاتل انت، ممنوع الفرقه دي تعدي عليك الناحيه التانيه. لو انت بتكسر الدنيا وبتاع ومصمم هتكسب.